انا في الشريعات احنا بكروس على تحت قامر بلا شوين رانا انا في كان جبال وال عليك وين رانا خالتي ريزو عيطونا لا بوليس ما عندناش ريزو ما عندنا والو بومبي عليك وين رانا بومبي عليك وين رانا خالتي الذي يظهر في هذا الفيديو هو صانع محتوى جزائري اسمه عبدو أشكا يتابعه عبر تطبيق إنستغرام أكثر من 1,000,000 متابع يتابعون ما يقدمه أشكا من محتوى متنوع ومن ضمنها المغامرات وفي هذه المغامرات اليوم كان خاض مغامرة أثارت الكثير من الجدل والغضب في آن إذ نشر هذا الفيديو الذي عرضناه قبل قليل وتحدث عبره عن سقوطه من جبل شاهق عن إصابته إصابة بليغة كما نتابع في هذه الصور داعي الناس إلى مساعدته وهو فعلا ما حصل إذ بدأ الآلاف من متابعيه ونتابع في هذه الصورة اتصالاتهم بالأجهزة الأمنية المختصة بعدما تابعوا ما حصل له في هذا الحادث المفتعل الذي لم تتأخر الأجهزة المتخصصة أرسلت عدد كبير من دوريات الدفاع المدني للعثور على هذا الشاب في المنطقة التي حدد بأنه أصيب فيها إلا أنه بعد وقت طويل نشر عبدو أشكا الفيديو الذي تسبب بكل هذا الجدل ففيه تحدث أن ما جرى كان مقلبا لمتابعيه وأطل في هذا الفيديو بصحة وقال إنه دفع مديرية الحماية المدنية الجزائرية إلى الإعلان رسميا عن ملاحقته قضائيا بتهمة الاستغلال والاحتيال عن طريق انتحال صفة ضحية. حبيت نشكر لي زابوني ديالي اللي ما كنتش على بالي انا على باس ما كنتش على بالي بلي حيرفدوا تليفون وعيطوا الحمايه المدنيه وحبيت نقول الحمايه المدنيه سمحوا لي بالبزاف والله غير فري شغل راني غلط فري انا نستعرف بلاني غلط وسمحوا لي بالبزاف. هذه القصه اثارت انقساما بين المتابعين لنقرا ابرز ما جاء في هذه التعليقات رمنا الفيديو ونبدا من مراد الذي كتب مغردا حتى وان كان مقلب فالحمايه استفادت من هذا الاختبار وهو كان اختبار لمدى جهوزيتها بينما كتب حكيم ناس بيت تخدم ليل ونهار بعيده عن عائلتها وانت جاي دير لهم مقلب الله يهديك أيضا في هذا التعليق لنبيل وقال الوقت اللي عطلتهم فيه كان في ناس محتاجة لهم بصدق إن شاء الله يا ربي 10 سنوات لتعرف ضرر المقلب وهكذا انقسم النشطون عبر مواقع التواصل بين ربما مدافع وبين مدين لما أقدم عليه أشكا أخيرا تعليق إبراهيم قال على السلطات الأمنية أن تعمل له مقلب وتدخلوا السجن لا يجب التهاون في مثل هكذا قضايا خصوصا مع الحماية المدنية.